أخبار اليوم. يوم الثلاث 5/4 اتفاجئت بحملة تتار، ما اقدرش اقول حملة حكومة، ما اقدرش اقول دولة قانون. لو في قانون المفروض انه بيخطرني بحملة الازالة. بقول لك يعني في مباني بقى لها اكتر من 120 سنة مبنية اتهدت وخربوا بيوت الناس. تعرضنا لمهانة، وانا اقول مهانة لان دي مهانة اللي حصل لنا ده، يعني ما حصلش لأي حد ولا يحصل لأي حد. أنا متضرر أو أنا على حق، بلجأ لمجلس الدولة ومعايا 15 يوم مهلة. إذا مجلس الدولة أنصفني خير وبركة، ما أنصفنيش بيهزيله وبيخيرني، برضو القانون بيقولون يخيرني أزيل على حسابي ولا أزيل على حسابهم. بس أنا اتفاجئت بالحملة التتار دي نازلة ما خلتش. مش مخالفة ولا حاجة، بس ده حاجة بقى لها 120 سنة مبنية. بيوت مش مخالفة، مكان ميه مش مخالف، المراوي قلعوا المواسير من تحت الارض، واللي بيعترض بس مجرد ان المهندس الشاور للباشا رئيس القوة، الناس اللي جايين بيحموه وجايين علينا احنا. فوجئنا بإزالة لا قرار ولا انذار ولا اي حاجة خالص. مكان التراوي كنا بنروي عليها وهدوا عليها الاوضة بتاعتها، ودي المكنة التانية ديت جايبينها استبن عشان الزرع مات. في الزرع واتلاف للأرض واتلاف لمكان مية واتلاف 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 واتلاف. هدوا كل حاجة على كل المعدات، ما ادوناش فرصة ان احنا نطلع الحاجة او نعرف. جينا لقينا كل حاجة خلصانة. دي مكنة دي عملناها استبن عشان زرع مات في الارض، انما المكنة الرئيسية هي اللي جوه الاوضة دي اللي مهدود عليها الاوضة دي. نسحب من البحر، ما هو ما فيش مرسى، يعني مية هي غير النيل اللي بنروي منه على طول. الحاجات دي موجودة على ارض مخالفة ولا ايه الهدف ان هم يهدوا كده؟ عندنا اكل بحر، 2 فدان و15 قيراط، يبقى انا ازاي ابقى مخالف وانا ليا فدانين و15 قيراط عند الري؟ مشكلتي سبتك اول ما جم هنا، وبعدين بقول له سبتك تستنى بخرج العزات من جوه واخرج المعدات، في معدات جوه بألف جوه لمؤاخذه هخرجها دقيقه، واحد منهم راح ضربني لمؤاخذه والتاني راح زقني في البحر. جينا لمؤاخذه بقول له طب المكنه، طب يا جدعان عشان خاطري المكنه، احنا كلنا بنرمي من وراها، انا راجل شغال دلوقتي ورايا 7 عيال لمؤاخذه، اما دي تتهد اروح بهم فين؟ دي مكنه ري، انذرني وقول لي شلتها او اعمل تصريح، يقول لي اعمل تصريح، كنت عملت تصريح. ده انا قلت للباشا رئيس القوة انسى القانون وانسى كل حاجه وخلينا من الناحيه الانسانيه، ادينا نص ساعه نفضي حاجتنا اللي جوه او نخرج حاجتنا اللي جوه.
قال لا ببلغ بقيه الناس بقى. انا اللي ابلغ؟ المفروض انا اللي ابلغ. اهم الذات اللي انتوا بتقفوا جنبها بتقولوا احنا بنقف جنب الفلاحين. لا ده انتوا بتودوا الفلاحين في داهيه وداسين عليهم بالطين. ان في حمله ازاله جايه فقابلت المهندس المسؤول بقول له يا باشا انا دي معاينه من الوحده المحليه بان قص المكنه بتاعتي اتهدت وجارف احلال وتجديد. قال لي لسه جارف احلال وتجديد، انا هعمل لك ثلاث محاضر. اخر ما زيته تقول طب سيب المكنه وهدي لي اللي انت عايزه، بس سيب لنا المكنه. انت عايز تعيش في ارضك وفي مكانك مرتاح، مش عايز حاجه اكتر من لا، مش عايزين مشاكل. اهلي مش بتوع مشاكل، ولا عمر رحت نقطه ولا عمر رحت وانا ما اعرفش باب النقطه دي في الحته. انا باني وفي ارض ملكي ومباني بقالها 100 سنه و120 سنه، وزي ما بقول لحضرتك مثبته في الخرائط المساحيه. طب انت جاي بتهد على اساس ايه وما انذرتنيش؟ حتى لو حد بيجيب حاجه من جوه يهد عليه مفيش مشاكل بالنسبه له. توجه رساله للحكومه او لحد مسؤول، نفسك في حاجة عايز تقول له ايه؟ نفسي يعدله العدل بتاع ربنا، ما يظلموش، لان كده ظلم. سيادتك لو في علاج جاي، ده اللي بيخش بيت صاحب البيت قبل ما بيخش بيخبط. يمنعوا الهدد يا استاذ، يمنعوا الهدد. اما كل بيت فيه ناس ما يجوش يميتها. اما ارض الحكومه لو فاضيه ياخدوها، ما لناش دعوه بيها. البيوت اللي بتتهد حرام، اكبر حرام. الناس شحتت لما بنت، تروح فين؟ تيجي منين؟ يعني انا عندي خمس افراد اروح بيهم فين؟ اذا ما كنتوش هتبصوا لاهل الجزيره على انهم اهلكم وانهم مصريين زيكم وليهم الحق زي اي مواطن موجود في اي مكان في الدوله دي، يبقى احنا بنقول حسبي الله ونعم الوكيل. ما فيش بيت يتهد. لا حرام. انت عايز تعيش حياه بسيطه، مش عايز حد يضايقك في المكان اللي عشت فيه خالص. الله يا رب.